أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أكد مصدر مسؤول لأخبار الآن أن مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان العراق لن يمدد فترة رئاسته بعد أول نوفمبر تشرين الثاني. وقال المسؤول إن خطة وضعت تتعلق بسلطات الرئيس بعثها برزاني لبرلمان كردستان السبت على أن تتم مناقشتها في جلسة للبرلمان ستعقد اليوم الأحد. ارتفع عدد ضحايا التفجيرات الإرهابية التي استهدفت فندقاً يرتده دبلوماسيون في العاصمة الصومالية مقديشو إلى ما يزيد عن 17 قتيلاً وإصابة العشرات بحسب ما قالته الشرطة. وأضافت الشرطة أن جماعة الشباب الإرهابية أعلنت مسؤوليتها عن التفجيرات. تمكنت قوات الأمن المصرية من إحباط هجوم إرهابي قبل تنفيذه على كمين أمني بالقرب من مطار العريش بمحافظة شمال سيناء. وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن تبادلت إطلاق النار مع الإرهابيين، ما أدى إلى مقتل 4 منهم وإصابة 2 آخرين، فيما لذا الباقون بالفرار. قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعيين اللواء محمد فريد حجازي رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة وترقيته إلى رتبة الفريق بعد أن كان يشغل منصب مساعد وزير الدفاع. وتعيين الفريق محمود حجازي مستشارا لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سينشر كل الوثائق المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي الراحل جون إف كينيدي باستثناء الوثائق التي تتضمن أسماء وعناوين أشخاص ما زالوا على قيد الحياة. أطلقت الصين قطاراً ذكياً هو الأول من نوعه في العالم يسير على طريق افتراضي غير مرئي ويجمع في صفاته بين الحافلة والترام. وبدأ القطار الجديد المزود بأجهزة استشعار مختلفة لجمع معلومات عن رحلته العملة في مدينة جيجو جنوب شرق البلاد على سبيل التجربة على أن تعمم في حال نجاحها بمناطق أخرى من الصين. حافظ برشلونة على صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوز غال على مضيفه أتلتيك بلباو بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما السبت ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني. وسجل أهداف برشلونة كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي باولينيو. نهاية الموجز، إلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.